حلقتنا بتكفي وبهيريتج اند كلتشر مع دكتور عماد مراد. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا فيك. اليوم بذكرى سقوط جدار برلين رح نحكي عن تاريخيه هالجدار، كيف قصم المانيا، ليش تعمر هالجدار، وتحت اي ظروف كمان تم اسقاطه ورجعت المانيا موحده ورجعت تنهض كمان، ونشوفها اليوم حاضره كثير ضمن الاتحاد الاوروبي مع خاصه مع ميركل. صح. يلي حققت كمان خرق مهم بالحياه السياسيه الاوروبيه وكمان على الساحه الدوليه. رح نبدا من وقت اللي تعمر بال 61. مظبوط. صح، بال 61 جدار العار لقسم اهم دوله اوروبيه او من اهم الدول العالميه الى قسمين، ولكن سبب هالجدار كان نهايه الحرب العالميه الثانيه والحرب البارده بين الولايات المتحده الامريكيه وامريكا. بين ال 45 وال 90 كل الاحداث اللي كانت عم تصير على الكره الارضيه بتتعلق بالصراع بين امريكا والاتحاد السوفيتي. بس اللي بيميز هالجدار انه من ال 45 لل 61 كانت المانيا مقسومه ولكن ما فيها جدار بالنص. هالجدار هو سبب عدم انتقال الاشتراكيه الى الدوله الالمانيه الراسماليه. كان في عندنا دولتين، وحده اشتراكيه شرقيه وحده ليبراليه حره ديمقراطيه غربيه. هلا اكيد اللي بعيش بالاشتراكيه ما بينبسط اللي بعيش بالدول الديمقراطيه، اجتماعيا ثقافيا تربويا الى اخره وماديا. بين ال 45 وال 61 كانوا الالمان يفوتوا من قلب السياج، كان سياج حديد، يهربوا يزمطوا يعربشوا يفوتوا على المانيا الغربيه تيشتغلوا يتجوزوا يعيشوا حياه مرتاحه. قامت المانيا الاشتراكيه الشيوعيه يعني قررت بناء جدار لمنع الالمان ينتقلوا من المانيا الشرقيه لالمانيا الغربيه، لان كان صار عددهم 3 ملايين الماني واغلبيتهم من الطبقه المثقفه. بيقول لك انا ليش بدي اعيش مثقف متعلم استاذ جامعي استاذ مدرسه، بدي اعيش تحت النظام الاشتراكي، يهرب ويعيش بالمانيا الغربيه. عمروا هالجدار يلي كان طوله 160 كيلومتر وقسم برلين، واكثر من هيك خلى نقاط حرس واقفه على كل مثلا كيلومتر مع فرد او مع باروده، كل واحد بيجرب يعربش على الجدار تقنصه، يعني مش مسحه القصه، حتى انه راح حوالي 200 قتيل بعد سنه 1961، 200 قتيل الماني جربوا بالخفه او بالليل يعربشوا يفوتوا على المانيا الغربيه، يقوم القناص الالماني الشرقي يقوصوا يردي قتيل. يعني مش هينه حتى يعني مسافته طول هالجدار 160 كيلومتر. مزبوط. يعني منا لا شغله، وتعمر بليله كمان المفارقه هالطول، تعمر بليله واجا بطريقه سريه. هونيك نهار الوزاره الالمانيه الشرقيه قررت تعمر هالجدار بالليل الساعه 3 الصبح، كان الحجار البطون جاهزه وتعمر الجدار حتى ما يكون عندهم حجه الالمان الشرقيين يهربوا قبل ما يتعمر الجدار، كان مباغت يعني. ايه يعني طبعا هالجدار يلي مثل ما سموه جدار العار اصلا بين ابناء الشعب الواحد والاخوه والعائله الوحده. صح. طيب تعمر سنه 61، بس شو علاقه هتلر فيه؟ هتلر انه هو سبب الحرب العالميه الثانيه، وسبب انقسام المانيا هي الحرب العالميه الثانيه. يعني بما معناه، بما انه المانيا هي مسببه للحرب العالميه الاولى والمانيا هي مسببه للحرب العالميه الثانيه مع هتلر، يعني يا المانيا ما راح نخليك ترجع تقوي يوما ما وترجع تسببي لنا بحرب عالميه ثالثه، راح نقسمك الى قسمين. هذا المغزى انه هتلر كان مسبب الى اضعاف المانيا ما بعد الحرب العالميه الثانيه. رح نحكي اكثر عن هالموضوع، رح ناخذ وقفه قصيره مع العناوين ونرجع. تابعين حلقتنا من هيريتج اند كلتشر مع دكتور مراد، وعم نحكي عن جدار برلين يلي مثل هالتاريخ تم اسقاطه عام 89. كنا عم نحكي عن ادولف هتلر يلي هو يعني خلينا نقول كان احد الاسباب، يعني بسبب وضع المانيا وخسرتها. صح. الحرب العالميه الثانيه لاضعافها وللمزيد من يعني كسره اذا بدنا نقول. مزبوط. صار في هالانقسام بالمانيا وبناء الجدار، مشان هيك يعني الناس عانت مثل ما قلنا 200 قتيل على طول 160 كيلومتر. صح. هلا في شغله بدي اقولها، وقت سقط جدار برلين مثل هالنهار
سنة 89 كان عبر خطأ قام فيه أحد الوزراء وأحد المستشارين بالحزب الاشتراكي. هلأ خطأ غير متعمد ولكن كان سيسقط جدار برلين. يعني طلع أحد النواب وأحد الوزراء الاشتراكية عم بيقول رح نسهل مرور الألمان، هيك الكلمة، رح نسهل مرور الألمان من ألمانيا الشرقية لألمانيا الغربية. الناس مش مصدقة أنه رح نسهل هالمرور، كان ممنوع منع ماتر حدا يمرق، يعني مثل كأنه محظر أو إقامة جبرية لكل الألمان الشرقيين، ممنوع تروحوا على ألمانيا الغربية. بهالجملة بنفس النهار هجمت آلاف إذا بدك الجموع على الجدار تقطع ألمانيا الغربية، ما صدقت الكلمة. وتحول ب 9 نوفمبر 89 تحول هالهجوم إلى إسقاط للجدار. بدأ برفع أول حجرة بنهار 9 نوفمبر، وسقط نهائيا بمثل اليوم ب 23 نوفمبر. ولكن المقصود كان انه رح نسهل تأشيرات الدخول الى ألمانيا الغربية وليس اسقاط جدار برلين. هلا وقت يقال انه الحرب الباردة انتهت مع هذا التصريح بين الألمان بين امريكا والاتحاد السوفيتي، بما معناه انه المعسكر الاشتراكي والشيوعي سيسقط بعد أيام أو بعد أسابيع، وهذا ما حصل فعلا. يعني بعد سنتين يعني سقط يعني الظرف السياسي كان أصلا مهيئ أو مهيئ للعالم إذا بدك النظام العالمي. مشان هيك يعني يعني بتذكر بالصور اللي عنا إياها إنه كان في مظاهرات، كان في ناس عم يرسموا من وراء هذا النهار، من وراء هذا هو هذا التصريح. وهجمت الناس، صارت تكسر، في ناس بفرجونا إياهم عم بيكسروا، ما هو ما بيتكسر بس هو منظر مثل بقول لك خيي، لانه بنقدر نكسر الجدار. هلا احتفظوا بالأزمين. احتفظوا ب احتفظوا بجزء بجزء في اليوم بالمانيا كاتسكار هون عم بيعرب شو نعم، وعم بيفرجونا انه الجموع هي اللي اسقطت جدار برلين، ولقوهم بالمقابل من المانيا الغربيه، مع انه كان مستوى المعيشه مختلف كليا بين المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه. وبنعرف انه الفوتبول اللي بيتابع فوتبول كؤوس العالم اللي مرقت، ولا مرة شفنا ألمانيا الشرقية داخل بكأس العالم، بينما ألمانيا الغربية كانت تربح كأس العالم، ربحتها وقت هي ألمانيا الغربية ربحتها 3 مرات. طيب طبعا ما يعني ما فينا ننسى كمان هالتشرذم بالعيال، اكيد في قسم من العائلات كان عايش بهالظلم بالميل الثاني وما عم بيشوف غيره بالميل، يعني الرايب بالنسبه صح للعائلتين، لانه عم نحكي من 61 ل 89، يعني منا مش انه تنقول سنه وبتقطع، لا كان في مسافه بالوقت، عقود يعني في اجيال ربيت يعني. وكان في ناس تجي على بنايات قريبه من الجدار تدفع مصاري، لا ما في مصاري بالمانيا الشرقيه، تدفع مصاري لواحد بيته قريب على الجدار تيطلع على البلكون ويفز على المانيا الغربيه. يعني مثل اذا بدك الدول الغنيه والدول الفقيره، مثل المكسيك وامريكا اليوم الولايات المتحده الامريكيه، كيف واحد بيدفع تيمرق بطريقه غير شرعيه الى الولايات المتحده الامريكيه. الجدار يلي وعد ترامب انه يبنيه بين حدود المكسيك وامريكا بتشوفه رح يتم؟ ما بعتقد رح يتم، لان ترامب تراجع عن كثير من الوعود اللي عملها. ولكن الامريكيين موعودين انه هالجدار يصير لسبب واحد، هو التهريب. مش الولايات المتحده الامريكيه بحاجه الى يد عامله مثل اوروبا مثل لبنان، ولكن المفارقة أنه هي عمليات التهريب والقتل عم بتصير على يد العصابات، هذا اللي الأمريكان بيطالبوا أنه يصير فيه جدار. ما فينا ننسى كمان الجدار يعني الفاصل بفلسطين المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي للأسف. كمان يعني إذا عم نحكي عن أكثر من جدار بالعالم كان خنق ظالم وخنق صح. الفلسطينيين يعني كمان إذا منفكر كمان قد في إجراءات بتصير وإذلال للفلسطيني، تقطع يشوف عائلته أو تقطع الشغل، قد بينطر ساعات. يعني هالجدار المفتوح على كل عناوين الظلم بال 2017 بنحس قد الإنسانية بدها بعد تبني جسور مش جدار، مع أنه عكس الألم، الألم عم يتطور
والتعامل بين البشر عم يرجع لورا، واللي عم نشوفه بلبنان دليل. يعني الفلسطيني بدون ما يتأمل بدولة فلسطينية يوما ما عم يخنقوه زيادة حتى يقولوا له هاي الأرض مش أرضك، هاي المقصود بالجدار، أنه هاي الأرض مش أرضك، ممنوع تجيب أولاد، لأن إذا جبت أولاد أنت محصور رح تموت بالأرض من الجوع، هذا المقصود، وممنوع تجي لعنا تعملنا عمليات انتحارية. ساعة الفلسطيني بيجرب يسافر ما يجيب أولاد حتى يوما ما عددهم يقل. نرجع كمان لكل جدار على المناطق بالحرب اللبنانية، كمان كان عندنا المعابر أكثر يلي قسمت كمان العاصمة بين شرقية وغربية، وكان في القناصة وكان في الحواجز. يعني بنحس قد ايه صعب تفصل بين منطقتين ولاد شعب واحد، بين شعب واحد. ان شاء الله ما بتصير بولا بلد ان شاء الله يا رب، لانه نحن الافانتاج اللي عم بيصير معنا اليوم بلبنان هو انه تعلمنا من الحرب الاهليه. ليه العالم ما بدها حرب؟ ليه السياسيين اللي عايشين كانوا بالحرب معظمهم اذا بتلاحظ، والزعماء اللي كانوا متزعمين اوقات بعض كمان الاحزاب بالحرب، هن اليوم ما بدهم حرب وبيجربوا يبعدوا عن الحرب. ولو تدخلت الدول من برا وتحرضنا على بعض، الزعماء ما بدهم حرب لانه عايشوا الظلم والقهر اللي كنا عايشينه بالسبعينات والثمانينات والتسعينات بلبنان. يعني هيدا كان اليوم لجيلنا هيدا اللي عايش اليوم هو درس اللي عشناه ببيروت بين غربية وشرقية وبكل لبنان. نعم. بما أنه قطعنا على كل الجوانب المتعلقة بجدار برلين، خلينا بعد معنا دقيقة نستفيد من حضورك معنا دكتور، ونحكي شوي عن المشهد مبارح. نعم. دايما في مصطلحات لبنانية، مصطلحات تدوير الزوايا، صح، بتخلق بالسياسة اللبنانية. كل فترة بنسمع شيء التريث في الاستقالة. نعم. في سوابق بتاريخ لبنان، في سوابق سنة 69 مع رشيد كرامي صارت وتريس مدة 7 أشهر. هلأ هون مبارع عطى رئيس 15 يوم، عطى 15 يوم أسبوعين لحتى يأكد على استقالته، بما معناه مثل كل اللي على المحللين السياسيين هالتريس يعود عن الاستقالة، لأنه الأجواء المهيئة بالبلد اللي طلبت من رئيس الحريري يرجع على لبنان، إن كان منافسين له أو أعداء إذا بدك تقول أو محرضين عليه أنه ما يرجع، كان بدهم إياه يرجع، وكان بدهم إياه يرجع عن استقالته. يعني 8 و14 أذار المؤيدين للحكومة والمعارضين لها كانوا مبارح مبسوطين بعودة الحريري عن استقالته، اللي بده يستعملوها الناس أنه تريس بالاستقالة. لا، هي العودة عن الاستقالة، وحتى كل الشروط اللي حطها ليلة مبارح، مش اليوم، يعني ليلة 21-22 الشهر كان في اجتماعات مكثفة للساعة 3 الصبح حتى يقولوا له نحن رح نقدم لك كل التسهيلات لحتى تقول انه انت عدت عن الاستقاله. قال له رح اتريس، بما معناه انه كل فريق 8 اذار من حزب الله للتيار الوطني الحر وكل والرئيس بري انه لا، رح نكون متساهلين مع المطالب اللي انت رح تقدمها، بس رجع على الحكومه. ومفارقه، عم نتمنى على رئيس الحريري يلي هو من صلب 14 اذار يرجع يعيش مع 8 أذار. هيدا دليل إيجابي لمستقبل القريب وصولا للانتخابات إن شاء الله. من هلا ل 15 يوم تتوضح الصورة، صح، وبتكون صورة عودة العمل الحكومي حتى العهد يقدر ينطلق وينفذ كمان العناوين يلي وعد الناس فيها، ونقدر نشوف عن جد نتيجة على الأرض، لأنه الناس تعبت، الناس قرفت من كل هالوضع السياسي والاقتصادي، نقدر نشوف بصيص أمل تننهض ان شاء الله خير بهالبلد، بوادر ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك دكتور، اهلا وسهلا فيك. نحن رح نتابع حلقتنا. ليلى عبيد صارت تقريبا جاهزه ببيوتي باي ليلى بعد كم دقيقه.